نبداو الفقرات ديال الحفل ديالنا ديال اليوم. غادي تكون عندنا قراءات زجليه. اول قراءه زجليه غادي تكون من عند واحد الزجاله بنت درب مولاي شريف. علاقتها بالقلم وعلاقتها بالكتابه وطيده ووقيده جدا وقديمه وقديمه جدا، لكن علاقتها مع الالقاء امام الجمهور هي جديده وجديده جدا. حضرت لها في اول القاء ديالها بواحد الحفل كانت تنظم واحد الشهر هذا تقريبا، واليوم انا كنحضر لها في القراءات الثانيه ديالها. هي من قالت اش هذا ما هذا، قالوا المال ما يخلق سعاده، واش اللي فرشوا من النعام من ريش النعام بحال الزغبي اللي ما يكسب حتى وساده، واش اللي حياته بريستيج سفر ريجيم ورياضه بحال ذاك المسكين اللي خايف من الزياده، راه الحيوان اللي غا حيوان مفشش بحقه وماكله وتفواج وعياده، والمزلوط مكرفس شارب المرار في السبيطار يتسنى رانديفو كيف العاده. سميرة شويميجة. هي ساندريلا الحجاية. مرحبا بك ساندريلا. لبغيت مرحبا. تفضل الميكرو عندكم. كاين واحد شوف. الله يخليكم مزيد من الهدوء، هدوء جميل ولكن رغبنا في المزيد منه. الله يخليكم داخل القاعة. مرحبا مرحبا. السلام عليكم. شكرا لحضوركم الكريم من اجل احتفاء بتكريم الاستاذ، وشكرا لجمعيه نوستالجيا اللي نظمتني لهذا اللقاء التواصلي كعادتها، وكنشكر الجميع. المهم قصيدتي اليوم كتتعلق بالحجايه، بكوني عضوه في نادي الحجايه. دونك غادي نبدا بسم الله. لمتنا اليوم يا الحباب مثبتها حجايه، وحجايه نادينا ماشي بحال اي حجايه، حجايه نجحوا فيها استاذنا عطيف بكل دقه وعنايه، وفي كل ليله كيحطها بين يدينا كيف شي سقايه بنينه بكلام هزينه، وريحة حرفها جلبت الياسمين والصقور والشرفة لمنهم أنايا. هادو ثلاثات الفراقي، الصقور والشرفة والياسمين. يتبارون الياسمين يتبارون كل ليلة وفي جو من القجمة والضحك والعائلة. لقمتها رواها خاطر، ينسك العياء ويونس الخاطر، وبقجمتها لهمومنا نستايع. في وقتها كنعيشوا وعشنا لحظات زوينة، اللي ضحكنا فيها حتى بكينا، مع خوتنا اللي قلوبهم حنينة صافية، ما فيها ضغينة، بالصدق مسلمة ماشي نوايا. حجايتنا جمعت نسا ورجال في الحرف بحال مجهدين ما يعرفوا المحال، على الرباح كينوضوا القتال، وفي تنافسهم كتنسج شحال من حكاية. كيزربوا عليا شحال من مرة. والغد كنعطيهم العصير. إلا بغيتي تجرب دخل عندنا مرحبا، غتلقى في نادينا كل خير ومحبة، غير اجي في الوقت بلا ما دير شي سبة، راه الاستاذ ما تنفع معاه لا احتجاج ولا شكاية. الى دخلتي زاوية مولاي ابراهيم طلب الاذن وسلم، ووسع قشاتك مع خوتك وضحك وقجم، مع المدة غادي تبدا تتعلم وتفهم همس الحرف وتنغم، غتولي ماضي وسرع في القراية، وغتفطن صراير الحظ، غتلقى الميسر اللي تقلع بالخف،
وتلقى الحرف العاصي اللي محن ويصخب حتى تشد الارض وتجر عليك الملايا. نقول لهم كل نهار ورزقه. استاذنا ولد الخير ولد الحيحنين وقلبه كبير ومعلم في اللغه الحرف خبير وصابر لهبالنا وكثرة النقير ويلا عصبتيه يعطيك العصير وحطك فوق جوايع. استاذنا ماشي مولع غير بالكلمه، عنده حب كبير يجري في ذاته كيف الماء، عشقه البيضة من صغره عنده في الدمة، ما يبرد خاطره حتى يشوف الطاس كيف يتمنى، تسترجع أمجادها ويحلق نسرها في السماء، وإن شاء الله بفوزها غتقطع الحس اللي قاع هادوك اللي في ظهرها دوايا. تيحل لمتنا زينة عرفنا فيها شلا كلام، كان غابر هادي شحال وعمرو ما يخطر لك على البال. عرفنا السبع المفشش بلحية وعرفنا باللي المستاج بلا فيدة غسمية واتفقنين والبينسة والوقيدة والطفايا وعرفنا البنو والجبال والفيليل. عرفنا البنو والجباد والفليل والتي والخاش اللعبات والفرينة والرماد والحمال والموتشو والهايا وعرفنا الزيف وعرفنا الزيف والعين ودعمها النيف والنشاشة لصاد الصيف ووقفة شي ناس في فم الباب يا لطيف صامرين على ضربة البوطو قنايا. اليوم هذه كاين شي كونديدا شي اعضاء كيتسناو الاجوبه حتى كيشموا الريحه ديال الجواب وكيعطيو الجواب، واحد ضرب بوطو واحد ماركه مزيان الباص. وتعرفنا على الشريف اللي على حفنه تحالف نهار الجمعه مع ابليس وجاب الجواب من فوق الصلايع. عزيز نقيلة هذا سي عزيز يوم جمعة وجاب واحد أول مرة كيجيب واحد الجواب واعر، وأنا نقول لي أجي وصليتي الجماعة اليوم؟ قال لي إيه. قلت لي واش عرفتيها أثناء الصلاة؟ قال لي إيه. قلت لي إبليس اللي لاحالي. وعرفنا المعلم كش ولد بلاش اللي كيشد مولاه في الفراش والحاسه براسها وما منهاش، وعرفنا شلا حاجات كانت متعه والعقل رياضه ووقايه، وعرفنا معاك الفرحه فرحه كبيره في فوق ما تتخيل ملي كنزربوا على الجميع وكتعرف الحل وتخرج مولات الورد والتبريكات تهلل وسميتك في النادي تبقى تجول احسن جميل والله بحال تعلقات لك مدايه. هذه كلمات في حق الاستاذ غشوية من بزاف في حق اللي عشناه وكنعيشوه ومازال نعيشوه من اجواء الطاف مع استاذنا العزيز والناس الضراف جمعنا بهم اصدق هداف حبنا للاستاذ وحب الحرف وعشق الحجايه، ولمتنا مازال ان شاء الله تكبر وتجوال مع قدوم للنادي اعضاء اخرين جداد، ومجمعنا اليوم خير دليل يا الجواد صدقوني والله ما هي غا بدايه لالف حجايا وحجايا. يا سلام يا سلام، خجل وتواضع كبير جدا وجرأة حرفية كبيرة وقوية، تبارك الله عليك سميرة شويميش.